أهلا بكم نشرة الأخبار من يو تي في البداية مع أبرز ما فيها. على وقع مخاوف التصعيد في الشرق الأوسط، مسيرة تودي بحياة 5 مقاتلين من الفصائل قرب الحدود مع سوريا، وثلاث شركات طيران أوروبية تمدد تجنب مجال العراق وتعليق رحلات إليه. السيادي يصف اجتماع فندق الرشيد لإعلان حكومة كركوك بانقلاب سياسي أثر طبخة في بغداد، والمتحدث باسم الحزب يحمل المنشقين العرب مسؤولية تضييع حقوق المكون والمغيبين. أهلا بكم إلى تفاصيل. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين أمنيين بأن ضربة جوية شرقية سوريا قرب الحدود العراقية أودت بحياة 5 مقاتلين على الأقل من فصائل موالية لإيران. وقال أحد المصدرين للوكالة إن الهجوم نفذ بطائرة مسيرة، لكن لم يتسنى له تحديد الجهة التي أطلقتها، فيما ذكر المصدر الثاني أن الهجوم استهدف المقاتلين في أثناء تبديل مناوبتهم عند نقطة تفتيش، وكان هجوم بطائرة مسيرة استهدف أول أمس قاعدة عسكرية تستضيف قوات من الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي في منطقة روميلان شمال شرق سوريا. أعلنت شركتا الخطوط الجوية الألمانية والسويسرية تعليق رحلاتها من وإلى أربيل وعمان وطهران وبيروت وتل أبيب، مؤكدتين تجنب المجال الجوي لتلك الدول. وذكرت وكالة رويترز أن مجموعة لوفتهانز الألمانية مددت حتى 21 من آب الحالي تعليق رحلاتها إلى أربيل والعواصم الأربع الأخرى بفعل المخاوف من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط. قال وزير الدفاع التركي شار جولر إن الخطوات المشتركة مع العراق نحو مكافحة الإرهاب في الآونة الأخيرة تمثل نقطة تحول في العلاقات. وفي مقابلة مكتوبة مع رويترز ذكر جولر أن هناك جهودا فنية مستمرة لإنشاء مركز عمليات مشترك للأنشطة العسكرية، ولفت إلى أن حزب العمال الكردستاني المحظور يمثل خطرا على الجانب العراقي بشأن مشروع طريق التنمية الذي يجري التخطيط له مع تركيا وقطر والإمارات، ما يجعل هذا الجزء بحاجة إلى تأمين. تأتي هذه التصريحات بعد يوم من اجتماع اللجنة الأمنية العليا العراقية لمناقشة ملفات زيارتها المرتقبة لتركيا وبينها مكافحة الإرهاب. قال المتحدث باسم حزب السيادة خالد المفرجي إن ما حدث في جلسة فندق الرشيد لإعلان حكومة كركوك انقلاب سياسي أشرف عليه الحلبوسي. جاء ذلك خلال استضافتي في برنامج الحق يقال. هذا الانقلاب هو جزء من طبخة تجري في بغداد لها أبعاد وتأثيرات كبيرة جدا مشترك بها رئيس مجلس النواب السابق سيد محمد الحلبوسي، ومشترك بها جهات أخرى، ولكن كان للسيد الحلبوسي تأثير كبير جدا على دكتور محمد تميم وعلى النائب مهيمن الحمدادي لتغيير مواقفهم، وبالتالي هذا التغيير كان على حساب عرب كركوك وضاعت حقوق عرب كركوك. المشكلة الأكبر اللي إحنا نعاني من يمها أنه ما ناقشوا القضايا اللي مجتمعنا طالب بيها، قضايا المعتقلين وينها بهذا الاتفاق؟ يعني الموضوع احنا مشكلتنا في كركوك هي بس المناصب، بس منصب المحافظ، بس منصب نائب المحافظ، المعتقلين وينهم؟ دول وين راحوا؟ دول خلاص تخليتوا عنهم، قلتوا للاتحاد الوطني خلاص يابا عفوهم. وانا عندي معلومه انه باحد الاجتماعات اللي حضروها وقال لي احد الحاضرين الاجتماع انه المغيبين اكثرتهم ماتوا او غير موجودين اصلا، وبالتالي ضاعت هاي حق من حقوق المكون العربي. مشاكلنا الأخرى التي لم يتم مناقشتها في هذا الاتفاق، هذه الجلسة التي أسميها بين قوسين جلسة غير شرعية، جلسة الخلسة، جلسة البوغة بلغة أهل الحويجة، والنتيجة كارثية علينا. إحنا ما راح نقبل طبعا بهذا الأمر. اليوم بشكل رسمي قدمنا طعن لدى مجلس الدولة ولدى المحكمة الاتحادية، وعندنا أمل كبير جدا بأن القضاء العراقي مثل ما أنصفنا سابقا سينصفنا هذه المرة. أيضا أكد رئيس الكتلة التركمانية نيابي أرشد الصالحي موقفه الرافض لتشكيل الحكومة المحلية لكركوك، معلنا خلال مؤتمر صحفي أنه سينتظر ما تقرره المحكمة الاتحادية بشأن الجلسة لكونها لم تعقد ضمن السياقات القانونية النافذة.
سننتظر قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم قانونية الجلسة، وذلك لعقدها أولا في بغداد بدلا من محافظة كركوك، وثانيا عدم انعقادها ضمن السياقات القانونية النافذة. قضيتنا قضية قومية، وكركوك أغلى من المكاسب والمصالح الزائلة الذاتية. أذن كواليس صفقة بغداد وما نتج عنها من تشكيل حكومة لكركوك وأبرز المشاركين فيها نتابعها في هذا التقرير. إدارة كركوك من استحقاق إلى صفقة توزع فيها المكاسب، منصب المحافظ ورئيس المجلس يعلنان على طاولة في فندق الرشيد لتضج قاعته وأروقته بانقلاب على الاتفاقات وخذلان للعرب والتركمان وكثير من الكرد. وبين تجربة وأخرى يقال أسوأ ما في الخيانة أنها لا تأتي من عدو. في الكواليس المتكشفة يبدو أن صفقة جرت بين باف الطالباني والحلبوسي والكلداني، وتمت مع قوى في الإطار التنسيقي لتسليم مفاتيح حكومة كركوك المحلية إلى الاتحاد الوطني. رغم أن استحقاق منصب المحافظ يذهب إلى الكتلة الكبرى في المجلس وهي عرب المحافظة. والسؤال الأبرز، ماذا حصد الحلبوسي من انقلابه على الاتفاقات ونكثه بالعهود؟ وأي مكاسب ضمنتها له قوى في الإطار ليحتفل لاحقا بتنكره لعهود قطعها للناخبين؟ الإجابة تحيل إلى سؤال آخر، كيف سيواجه ممثلون عن العرب في مجلس كركوك ناخبيهم باشتراكهم في تسليم استحقاق المكون وهم كل من رعد الصالح وظاهر أنور العاصي؟ أولئك الذين ادعوا سابقا عدم التنازل عن الحقوق فما عدا مما بدا. وفي تفاصيل صفقة بغداد التي دبرت بليل، فإن تشكيل حكومة كركوك داخل فندق الرشيد تضمن ريبوار طه محافظا، ومحمد الحافظ رئيسا للمجلس، وإبراهيم التميم لمنصب نائب المحافظ، وأخيرا إنجيل زيا عن بابليون مقررة لمجلس كركوك. إعلان شرق الأنبار خاليا من بحيرات الأسماك المتجاوزة، تفاصيل هذا الملف بعد قليل. يوما بعد آخر تخلي السلطات منطقة من بحيرات الأسماك المتجاوزة والمخالفة، وقد حصلت يو تي في على إحصائية بالبحيرات المردومة في عموم العراق والمكاسب المتحققة من ردمها والخطوات المقبلة بهذا الشأن. الأنبار توقف منح التراخيص لبحيرات الأسماك وتعلن خلو شرقها من البحيرات غير المجازة، وتطلق حملة تثقيف للمزارعين باتجاه الأقفاص العائمة وسط النهر لتقليل الضائعات المائية، فيما كشف وزير الموارد المائية ليو تي في عن أعداد البحيرات المردومة. شرق الأنبار بلا بحيرات أسماك غير مجازة، هكذا انطلقت حملة رفع التجاوزات العام الماضي في خطوة للحد من هدر المياه على حساب الاستخدام البشري وحماية للقطاع الزراعي الذي يواجه تحديات أهمها شح المياه، وهو ما تؤكده دائرة الموارد هنا في الفلوجة. تم رفع كافة التجاوزات الموجودة في ضمن قاطع مديرية الموارد المائية في شرق الأنبار، وتم تجفيفها، وبعد ما تم تجفيفها تم ردمها بالكامل لضمان عدم عودة هذه البحيرات، وحاليا القاطع خالي من أي بحيرات، فقط البحيرات المرخصة والمجازة. بعد هذه الحملة تتجه الموارد نحو تثقيف المزارعين باتجاه الأقفاص العائمة وسط النهر لتقليل الضائعات المائية في وقت نفذت فيه الوزارة ردما لأكثر من 8000 بحيرة في العراق بالتعاون مع الأجهزة الأمنية. وصل العدد إلى أكثر من 8900 بحيرة حاليا في عموم العراق، وإحنا جادين لإنهاء كل هذه البحيرات. إحنا منقول بحيرات متجاوزة يعني بحيرات مخالفة للقانون. المفروض السيد هو القانون، لا يمكن لمواطن مهما كان موقعه أن يتجاوز على القانون.
وكانت مناطق شرق الأنبار بعد حملة إزالة البحيرات غير المرخصة أوقفت منح التراخيص لأي إجازات جديدة في خطوة لتقنين أزمة المياه التي تضرب البلاد. نبيل عزامي، يو تي في، الأنبار. أيضا قال وزير الموارد المائية عون ذياب إن الحبانية تغذى حاليا بكميات بسيطة من التدفقات بفعل أزمة الشح في البلاد، مشيرا إلى أن طبيعة البحيرة الأساسية هي مواجهة حالات الفيضانات الاستثنائية. البحيرة الحبانية حقيقة احنا بالدراسة الاستراتيجية اللي قامت بها الشركات الإيطالية بينت أنه هذه البحيرة مستقبلها لأغراض تشغيلية لا يمكن أن تستمر، إلا أنه كبحيرة لمواجهة حالات الفيضان الاستثنائي. للأسف هاي سنوات اللي أمامنا ماكو فيضان استثنائي، احنا قاعد نغذيها بكمية بسيطة جدا، لكن بس العنقور لازم نعالجها معالجة جذرية حقيقة، لأن موضوع مياه الشرب لها أسبقية أولى، لازم ننقلها من مصدر ثابت، مياه ثابتة من المصدر الدائمي، لا يمكن نتركها بهالطريقة ولو هي يعني هسه بعض الآبار، لكن مو صالحة الحقيقة. بس احنا نغذي اي فرصه تجينا ل يعني امكانيه ان نغذي الحبانيه احنا منتبهين هذا. على غير عاده المواسم السابقه، الاسواق في وسط مستقره وانواع من السلع كالحبوب انخفضت اسعارها بالتزامن مع زياره الاربعينيه. انخفاض تدريجي في الأسواق تزامناً مع حلول الزيارة الأربعينية، بعض المواد انخفضت بنحو 20% كالحبوب بمختلف أنواعها، ولا تغيير في أسعار مواد أخرى كالبيض واللحوم. يحاول الحاج أحمد سلمان وهو صاحب أكبر مواكب وسط التبضع استعداداً لزيارة الأربعين. الحبوب هي المواد الأساسية لكل موكب. يرى الحاج أحمد أن أسعارها هذه الأيام استثنائية، فهي أرخص من كل المواسم السابقة للزيارة. أنا صاحب موكب وفت فرق صار شاسع من العام على السنة، يعني الحمص كان عام ب80 يدغون البقر المكسيكي البقري يمكن وصل 80 العام، السنة يمكن 75 72 يدغون به الجماعة، وصل 4.5 كيلو و4، فت فرق صار به. تجار المواد الغذائية عللوا هذا الانخفاض بالاستقرار النسبي للدولار عند عتبة 148 لكل 100 دولار في السوق الموازية، وبحسبهم فإن استقرار سعر الدولار عند أي ثمن حتى إن كان مرتفعا يساهم في خفض السعر على المواطن. والله الصراحة استقرار الدولار خلى تجار بغداد يرخصون المواد، وهذا الشيء اللي خلانا احنا أيضا هم نرخص المواد، يعني احنا من بغداد ترتفع الأسعار احنا منا نضطر نرفعها، تنزل الأسعار احنا منا هم ننزلها. بس هسه الدولار ب 148، يعني شلون عالجتوا هذا؟ احنا اهم شيء حتى لو ب 150، اهم شيء مجرد ما يثبت حتى نعرف بيش نبيع، اما اذا صاعد نازل لا. بعض المواطنين واصحاب المواكب فضلوا التسوق قبل ايام عاشوراء بكميات كبيره خوفا من جشع التجار هذه الايام، وربما كان هذا سببا اخر في استقرار السوق، فوتيره الاقبال تتذبذب خلال اليوم الواحد، ليضطر اصحاب المحال الى بيع كميات اكبر باسعار مناسبه خوفا من انتهاء هذا الموسم من دون بيع بضاعتهم. من واسط حمزه الاسدي، يو تي في. في الوقت الذي تحتاج فيه إلى 7000 سرير لا تتوافر في مستشفيات ذي قار سوى 3000، بينما تشهد المحافظة زيادة سكانية كبيرة يقابلها بناء مستشفى واحد فقط خلال العقدين الماضيين. منذ ثمانينيات القرن الماضي بني هذا المستشفى ولم يتغير إلا اسمه، وبعد أكثر من عقدين على التغيير لم يبنى إلا مستشفى واحد في محافظة ذي قار. تزداد الفجوة بين ما يتوافر من غطاء سريري يصل إلى حدود 3000، فيما تحتاج المحافظة إلى 7000 سرير، مع تصاعد نسب الإصابة بالأمراض السرطانية فيها على سبيل المثال للحصر، فضلا عن نموها السكاني الهائل، وهو ما يدخلها في أزمة تصفها جهات حكومية هنا بالحادة.
عدد المستشفيات الموجودة حاليا لا يغطي حاجة السكان مع النمو السكان الهائل في المحافظة. نحتاج إلى أكثر من 4000 سرير حاليا لتغطية العجز الحاصل. نعم هناك مشاريع لمستشفيات في الأقضية والنواحي قيد الإنشاء نأمل أن تنجز سريعا حتى نتمكن من تقديم خدمات طبية ملائمة لأبناء المحافظة. من زاوية أخرى، تنعكس قلة الغطاء السريري على ذوي الدخل المحدود وغيرهم من شرائح المجتمع، إذ يضطر المحتاجون لتداخلات جراحية سريعة إلى اللجوء إلى المستشفيات الخاصة المتنامية في المحافظة يأسا من طابور الانتظار في المستشفيات الحكومية. ماكو أعتقد خدمات 100% بالمستشفيات الحكومية، وخاصة المواعيد، مواعيد العمليات. يعني إذا واحد عملية مضطر يعني وفقير ما عنده، يضطر إلى أنه يروح للخاص، المستشفى الخاص، يعني يدبر فلوس مليونين ثلاثة أربعة، يبيع سيارته مثلا أو يبيع أغراضه أو يتداين أو يأخذ فلوس بالفائدة في سبيل يروح، لأنه إذا راح مثلا للعملية وهو مضطر يعني. ورغم وجود عديد من مشاريع المستشفيات العامة في أقضية ونواحي ذي قار، فإن التلكؤ الذي طال أغلبها فاقم من أزمة الغطاء السريري في المحافظة، حيث اندثرت كثير من تلك المشاريع بعد توقفها لأكثر من 10 أعوام. من الناصرية، أحمد السعيدي، UTV. عناكب التين وفطر الملاح في العنب إصابات مرضية في بساتين بابل تسببت في خسائر كبيرة، دفعت الفلاحين إلى البيع المباشر للمواطنين من دون المرور بعلوة الجملة لتعويض الخسائر، فيما أنتجت المحافظة 269,000 طن من العنب و42,000 من التين رغم استمرار الإصابات. باكرا في الصباح يبدأ مزارعو العنب والتين في بابل بحصد ثمارهم والانتهاء منها قبل الظهر، هربا من حرارة الصيف اللاهبة وتسويق منتجهم إلى السوق المحلية. محاصيل التين والعنب تعرضت في الآونة الأخيرة إلى إصابات بالعناكب للتين وفطر الملاح للعنب، ما سبب خسائر كبيرة نتيجة تراجع الإنتاج مقارنة بالسنوات السابقة. هوش عنب وتين وتمر بعد منه وهيش هم نرجع عليه نحوش. بالنسبة عندنا العنب، عنب يصير بيه الملاح، الملاح هذا كل شيء يأذي العنب ويخليه مثلا يتلف. التين إصابات تصير بيه عناكب، هاي العناكب إذا ما تداويه وترشيلها مثل المبيدات المناسبة راح تأذي التين وبالتالي تأذي الإيرادات. تزايد الإصابات للتين والعنب بهذه الأمراض والخسائر المتتالية دفع المزارعين إلى البيع المباشر للأسواق أو المواطنين من دون التوجه إلى علاوي الخضار لتحقيق الأرباح وتعويض الخسائر. قسم من جون مشتري هنا نبيعهم، وأكو مكاتب عندنا شفتها هسه صور من الطريق ماكو، وإذا عندك تريد تطلع العلاوي يعني المحافظات ماكو مانع، إذا عندك مزارع هو ما تقدر تصرفها على يعني تبيع بالشارع، غير قصدك؟ أكو قسم الفلح صحيح، هو عندك وحاط لها السقيفة ماكو ويروح يبيع بالشارع، ممكن شايفين مصور هواي هسه عندنا، على مود تخلص من العمولة وغير العمولة وهاي العلاوي تعرف عليها عمولة وعليها ضرائب، وهم أربح يصير تبيع بالمباشر يعني تحصل وارد أكثر. وأنتجت بابل خلال هذا العام قرابة 269,000 طن من العنب و42,000 طن من التين رغم استمرار الإصابات وتزايدها في هذه المحاصيل. من محافظة بابل، حيدر تشلبي، UTV. أيضا في موسم جنيه 200 طن من رطب المثنى تصدرها المحافظة إلى مدن العراق التي تحب أنواعه ومذاقاته المختلفة. عام كامل وعلي ينتظر النهار الذي تحل فيه طباخات الرطب ضيفا عليهم، فمعها يبدأ علي بتجهيز التبلية ليستند عليها في جمع الرطب الناضج من أحد بساتين النخيل في السماوة. عثوق سيدة النهر متدلية وتجود عليهم سنويا بحلاوتها، لكنها تحتاج إلى خبرة ومهارة عالية في جمعها. المهمة تبدأ بتسلق النخلة بحذر، ثم قطف الرطب منها ووضعه في سلات خاصة وإرساله إلى مزاد بيعها في السوق. موسم الحياشة عندنا، موسم الحياشة ما تقدر تعوف النخلة إذا ما تحوشها. نقعد الساعة بالخمسة، نجيب التبلية مالتك، تجيب السطلة، بعد ما تكمل تنقله
تنقله وين؟ تنقله للعلوة اللي هو يسمونه المزاد. العلوة تجيها من كل المحافظات، تجيك من البصرة، ناصرية، ديوانية، حلة، كربلة، بغداد، ديالة، فلوجة، رمادي، يلتقون هنا هم يجون. بعد جمع الرطب من البساتين يرسل إلى هنا مزاد وعلوة بيعها، فهنا تتفاوت الأسعار بحسب نوع النخيل وحجم السلال المعروضة. إقبال كبير من الأهالي لشراء الرطب، والذي يعد فاكهة أساسية في الموائد الصيفية. البرام عندنا ب2.5، عندنا الشكر ب2000 دينار، عندنا الجوزي سعر 4000 دينار، عندنا البرحي 4000 دينار، المكتوم عندنا هم 4000 دينار. تصدر المثنى يوميا قرابة 200 طن من الرطب إلى بغداد ومحافظات أخرى، فنخل السماوات يمتاز بحلاوته الخاصة المروية من مياه نهر الفرات وغابات النخيل الممتدة على ضفاف النهر. يطلع من السماء من 40 سيارة، عندك الديوانية تسوق منه، الحلة، بغداد، البصرة، الرمادي، ديالة، عندك هذا يطلع يوميا من السماء ب150 طن، عندك من 40 سيارة. ومع بداية الشهر الثامن يبدأ موسم الرطب حتى نهاية الشهر التاسع، لتأتي بعدها مرحلة كبس الرطب وتحويله إلى تمور. من المثنى خليل بركات، يو تي في. قبل ختام النشرة نستعرض أحوال طقس العراقي وبحره. تم هذه النشرة، شكرا للمتابعة.